الزمالك النهارده عمل ماتش كبير وماتش يعني بيقول اسم نادي الزمالك اسم كبير، وان شاء الله باذن الله اللي جاي للزمالك اعلى بكتير ان شاء الله باذن الله، وجماهير نادي الزمالك ورا الزمالك في كل مكان باذن الله. والله عداله السماء نزلت على استاد ارينا في السعوديه، دي حقيقه زي ما قال محمود بكر في ماتشات كاس العالم. الزمالك لعب بشكل جميل جدا جدا جدا، ما بنقولش ان الاهلي وحش، لكن الاهلي ممكن يكون طالع مجهد من البطولات اللي هو عدى بيها وكسبها، ونرفع له القبعه فريقنا وفريق مصر اللي احنا بنسعد بيه، لكن هذا لا يقلل من امكانيات الزمالك النهارده. فريق قوي جدا جدا، بيلعب بتكتيك عالي جدا جدا، اول مره مش هقول اول مره يعني النهارده يستحق الفوز بكل ما تحمل الكلمه من معنى. كان اداء الزمالك جميل خصوصا في الشوط الثاني، وزي ما قال الفرص فعلا كانت قليله بالنسبه للاثنين، الاثنين ما عندهمش فرص كتيره. الحمد لله طبعا الفوز ان الزمالك كسب، والفريقين طبعا ادوا بطريقه كويسه، وكان في منافسه حلوه يعني شريفه للاثنين. الصراحه فاز الذي يستحق، وكان شوط كان ماتش تحفه، والشوط الثاني طبعا يعني اكيد اخذنا بالنا، لياقه بدنيه اداء والى اخره. في تهاون جامد من الفريق، الفريق تراخى تماما بعد البلانتي، وانا شايف النهارده الفوز مستحق للزمالك بصراحه، لانه لعب بطريقه منظمه، وهو نازل من الاول مرتب نفسه على انه يفوز بالبطوله. يعني انا اهلاوي، واهلاوي متعصب مش زعلان، لا انا بقول له كلمه حق. يعني الزمالك كان بيلعب بشكل منظم، وفرقه منظمه نفسها، واخدين اماكن كويسه، ومسيطرين على المباراه معظم اوقات المباراه، فهم يعتبروا حققوا فوز مستحق. الشوط الثاني صراحه الزمالك لعب ماتش حلو، انا اهلاوي صميم، بس صراحه الزمالك لعب ماتش كويس جدا، وتغييرات كولر في الشوط الثاني يعني خرج امام عاشور، ما ينفعش حسين الشحات ما يخرجش، يعني امام عاشور حسين الشحات كانوا واقفين الجبهه الشمال دي خط الزمالك، الزمالك بدا يتحرك بعد خروج امام عاشور. انا اهلاوي طبعا، واهلاوي اهلاوي للصميم يعني، لكن الحق ان الزمالك لعب احسن. النهارده الاهلي ما لعبش، ما اهتمش بالماتش، ما خدش الماتش بجديه، في حاجه مش صح يعني. الاهلي مش يومه طبعا، بس صراحه يعني اقول كلمه حق، الزمالك لعب ماتش فوق العاده يعني. مبروك للزمالك طبعا، ويعني هارد لك الاهلي.